نسيبه بنت كعب ام عماره اطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاحاديث والبشريات هنعرفها مع بعض من بني النجار اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من اللي نزل فيهم الايه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اول المنازل اللي نزل فيها النبي لما قدم الى المدينه عند اخواله بني النجار. السيدة أم عمارة لها مواقف كتيرة جدا جدا، ومعظمها مواقف جهاد وغزوات على يعني غير المعتبر. مثلا قبل كده كان النساء مثلا بيطيبوا الجرحى بيسقوا الجنود، ولكن أم عمارة كانت جوه الغزوة ذات نفسها. في غزوة أحد لما يعني كسرت رباعيات النبي وشج يعني صدغ وجه النبي وكان يدمي دما أشيع قتل النبي، كانت أم عمارة عن يمينه يقول إذا التفت عن يساري فإذا أم عمارة وعن يميني فإذا أم عمارة، وكان ابنها واقف بصدره يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من ضربات المشركين. السيدة أم عمارة خدت أكثر من 12 جرح في يدها، منها جرح غائر، حتى أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بابنها عبد الله أن أربط جرحها، وقعد بارك الله فيكم دعا لهم بارك الله فيكم من آل بيت. فقلت له يا رسول الله ادعو ان نكون رفقاءك في الجنه. ذكيه يعني اختار المواقف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي لنا فيها. فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه. فقالت ام عماره والله لا ابالي من الدنيا بعد هذا الدعاء. كانت سيده ام عماره دعت للنبي صلى الله عليه وسلم، جه في مره يقيل عندهم فقدمت له طعام فدعاها للاكل فقالت له اني صائم، فبشرها تاني بشرى للحديث وقال لها ما من امرئ صائم واكل دعي عنه ناس حتى اكلوا او حتى شبعوا الا غفر الله لهم، فتستغفر لهم الملائكه طول ما الضيف موجود ويغفر الله لهم. من البشريات الجميله طبعا موقفها يوم اليمامه. بس قبل ما احكي الموقف دوت تعالي نشوف ابنها، يعني ابنها حبيب هو اللي كان سفير صلى الله عليه وسلم بعته لمسيلمة الكذاب عشان ينهاه ويقول له يرتدع وينتهي عن كذبه، فطبعا قتله، مش قتله ده هو قطع كل حته فيه. تخيلوا بقى ايه، قطع الرجل وبعدين الايد وبعدين الودان وبعدين طعنه فقتله. وجت السيده ام عماره حضرت المواقف مع النبي، صلح الحديبيه وحضرت خيبر ويوم حنين، كان موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين كان واضح. ويوم اليمامة استأذنت سيدنا أبو بكر إن هي تخرج في حرب اليمامة، فطبعا مع إلحاح منها وافق سيدنا أبو بكر وأوصى بها خالد بن الوليد قال له خلي بالك منها. وطلعت تحارب في معركة اليمامة، وفضل يضربوا الكفار، واحد من الكفار يضرب على الجرح بتاع يعني ايديها كانت طاعن، وعارفين لما بيبقى فيه جرح غائر بيبقى كانه واكل حته كده يعني قطع منطقه كبيره من اللحم، ففضل يضرب بسيفه على المنطقه ديت حتى يعني وقع دراعها خالص وبقى مجرد متعلق في جلد. بتقول كنت اجره في ارض المعركه الا جلده واحده بس هي اللي ماسكاها، فجابت السيف وقطعتها وقطع وبطر دراعها في الامر ده. قبل ما يبطر من بعد موقعة أحد لحد اليمامة كان دراعها لا تستطيع أن ترفعه، وكانت تشفي به المرضى، كان اللي يروح تعبان ترقيه وتقرأ عليه القرآن فيشفى، سبحان الله دي من بركات الأمر يعني. لما راحت يوم اليمامة قالوا لها هذا قاتل ابنك حبيب، راحت هي وابنها عبد الله وأجهزوا عليه حتى قتلوه. جت السيدة أم عمارة وحالها مع القرآن قالت له يا رسول الله يعني للرجال لهم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، أين نحن النساء؟ فنزل القرآن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والذاكرين الله والخاشعين والخاشعات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا. نزلت فيها الآية كان ببركة بس السؤال. في ناس سؤالها كده بيبقى بركة، في ناس وجودها ذات نفسه بيبقى بركة، وجودها دراعها شفائها للناس تواجدها مع النبي صلى الله عليه وسلم كل دوت المآسر كتيرة والمواقف كتيرة. لكن خليني أقول إزاي أوصل لمرحلة البركة في الحياة. وصف ابن المبارك كلمة العبد المبارك أو العبدة المباركة أما أكون إزاي أما مباركة عند الله،
قال شديد النفع، هو النفاع للعباد. شديد النفع بإيه؟ شديد النفع بكلمة طيبة، بآية. شرط إن أنا أحفظ القرآن؟ لا والله ما شرط تحفظ القرآن كله، بس شرط إنك تعمل بالقرآن. يبقى حافظ للقرآن، حامل للقرآن، قلبه يعي القرآن، دمك فيه القرآن، بتنطق قرآن وبتمشي قرآن، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول إن هي أوذيت في سبيل الله في دراع، يا هناوي يا سعد، طبعا كل واحد يعني إيه يعني بس يتعثر كده، في يقول لك مثلا رايحين مسجد فوقعت، يا هناك يا سعدك يوم ما طاعه انت رايح مسجد، او تتعثر في حاجه، نقول ادي امر يعني اذى في سبيل الله، امر جميل وامر حلو نؤجر عليه. فما يبقى في دراع غير قادر على الحركه فترقي به الناس فيشفى، دي من البركات. في كرامات، في كرامات لاولياء الله وفي بركات، لكن طبعا الواحد يعني من حبه انه يبقى من اصحاب البركات واصحاب النفع. وخيركم خيركم لعباد، انفع او احب العباد الى الله انفعهم للناس، احب العباد الى الله انفعهم للناس وارحمهم، هم عيال الله، يعني الارحم على عيال الله هم العباد، الله سبحانه وتعالى بيرحمهم.